الى متى مشهد بس خالص. الكلام حلو قوي ماشي. ارجع كده ورا سنه كده، ارجع لي ونبي كده لصلاح، ارجع هات المشهد ده بنبي، وهات لي الاستاذ عمرو الجنايه لما بدا الموسم عليه 5000 مشجع لكل نادي في المباراه، وتنظيم مش عارف مين، وهنعمل الفان اي دي وهنعمل مش عارف مين يا رجاله، وهنعمل موسم يكسر الدنيا. صح ولا لا؟ ولا للتاجيل، ولا للتاجيل، ولا مش هنعمل وما فيش حاجه، وجينا عشان ماتش الاهلي والزمالك الدنيا اتقلبت وولعت وزي ما انت شايف. الكلام جميل وزي الفل وعلى راسي من فوق واحب قوي كل شويه تصريحات حلو، واقعد انفخ في ناس ها واديها دور بطولي وفتش وراها ما لقاش حاجه. لا يا جماعه، التقييم المره دي هيبقى على الارض بالظبط. دلوقتي اقول لك اوروبا واسبانيا اعلنت رسميا يوم 17 اكتوبر المدرجات كامله، تعالى تقول انت 1000 معلش هم كده كده لازم يدخلوا من خلال الدفترين دول اللي بيروحوا بيدخلوا من الانديه معارفهم، كل واحد معاه دفتره. اسمك يا جبت الرقم بطاقه اتفضل يا فندم. هو في معايير كتير قوي في موضوع الحضور الجماهيري ده احنا لازم نعترف بيها، يعني ما انا بكلمك معايير الصحه والامن، ويعني يا فندم كل ده على عينه. الصحه والامن دول سهلين يا فندم، بس انت الدنيا خاطب الاجهزه قلناها هنا على فكره. الاستاذ عمرو الجنايه، الاستاذ عمرو الجنايه قال السنه اللي فاتت 5000 لما بدا الدوري، قال كلام طبق الاصل من مسابقه وما فيش تغيير وما فيش مش عارف لائحه. يا جماعه يا جماعه تعبنا من الكلام. تعرف بعد حضرتك الكلام اللي قاله الاستاذ محمود، ايوه كابتن عامر حسين قال 204 يوم ايوه بالظبط، 204 يوم توقفات. حلو الكلام، يعني ده هنا هنا ايه عكس كل ده حضرتك يا كابتن، 204 يوم كابتن حسام. احنا مع حضرتك قلنا ايه هنا ايه لو تفتكر من حوالي اسبوعين ده، قلنا لابد ان هنا يكون في اليد القويه من اتحاد الكوره، وراح اتحاد الكوره جاب الرابطه، لا تعالي بس خليك معايا شويه هنا. حتى طلع احمد مجاهد قال لك ايه، لا ليس من حق الرابطه ان تتحدث في شكل مسابقه الدوري، ده شيء مسابقه شكلها ثابت ما حدش يقدر يلعب فيه. أنا طب انت يا عم المهندس احمد مجاهد مع كامل احترام ليك، بصيت بعينيك وشفت مشاكلنا ومنهكين وتعبانين، ولا شايفنا يعني جاهزين في قمه اللياقه والضغط؟ احنا مستحملين، احنا تعبانين، ليه ما فرضتش قوتك وسلطتك كمسؤول عن اللعبه ومنظم اساسي؟ ستوب يا جماعه معلش، موجوده في رابطه بقى محمود، ما فيش يا ريس لا في رابطه ثواني يا فندم، ما ثواني يا فندم، الرابطه جايه من فين؟ الناس تسمع انا بتكلم، ما فرضتش انت ايه؟ قلت للرابطه مش من حقك تغير الشكل، خلاص الرابطه عامله كده واقفه كده سنه فكرت. لا 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 ايوه يا ريس استاذنك، طيب مداخله ما قالش عدم تغيير الشكل ده ان هم ما يقدروش يغيروا شكل المسابقات، يعني ما يقولوش ان الدوري ده يبقى ليه مسمى اخر او يخترعوا مسابقه، عشان كده هم ما ردوش عليه، لكن هم بيتصرفوا باعتبارهم وكلاء عن الانديه اللي طلبت شكل الدوري يعني زي ما هو. يعني الانديه وافقت على الشكل ده يا رئيس؟ طبعا ده بالاتفاق اللي هو الكلام ده؟ طبعا طبعا الانديه. انا بقول عشان بس نسمع بعض، نسمع بعض. انا شايف ان كان لازم